أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء والذي يصور ويركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشبه منه ابتغاء الفتنة وانتقاء تويه وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا الألباب ربنا لا تجعل قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس يوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد لان لكم آيات في آتين التقطة فئات
تقتلوا في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبانين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواجهم مطهرة ورضوانهم من الله والله باصر بالعباد الذين يقولون ربنا إننا ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستكبرين بالأشهار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا تَفَتَّلَ فَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ فإن حجك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين
بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم مريدون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه وأوفيت كل نفس ما كسبت ولهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزي الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيد يدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترجق من تشاء بغير حساب. لا يتقي المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تكفوا ما في صدركم أو تبدوه يعلم الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير منه
مُدَرَعُ وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُهَجِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ إن الله اصطفى آدم ونوحا وعلى إبراهيم وعلى عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله شامي عليم إذ قالت امرأة عمران ربي إني نجرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وعدتها قلت ربي إني وددتها أنسا والله أعلم بما ودعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أوعظها بك وذريتها وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وامتعها نبتا حسنا وقبلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المسرب وجاد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فناداته الملائكة وهو قائم يصلي
يصلي في المهرب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وشيدا وحسرا ونبيا من الصالحين. قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال فذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمجا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمجا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنطي لربك واسجدي والراقي مراقين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويولهم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم
بِعَيَاتٍ مِّن رَبِّكُمْ وَأَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَيُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَيُنَبِّئُكُم بِمَا تَقُولُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمنا بالله وشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فيعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجرهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم
inna ma salai sayyidallahi kamasali adama khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Alhaqqu min rabbika falatakum minal mumtarin. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilmi faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'kum wa nisa'ana wa nisa'kum wa anfusana wa anfusakum summa nabtahil fanaj'al lanatallahi alal kadhibi. Inna hajala huwal qasasul haqqu wa ma min ilahin illa lahu wa inna laha lahu wal adjul haqim. Fa in tawallaw fa inna laha alimun قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ شَهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمِينَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمِينَ. يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Antum haulai hajjatum fi malakum bilkun falima tuhajjuna fi malayshalakum bilmun wallahu yalamu antum ta'ala ta'lamu. Makana Ibrahimu Yahudiyau wala Nasraniyau walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyriki. Inna awlan nasib Ibrahima lalladina tabau wa hajan nabiyyu walladina amanu wallahu waliyyul mu'minin. Waddat taifatum min ahlil kitabi law yudillunakum
وما يضلنا إلا نفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالله أنزل على الذين آمنوا وجها وجه النهار وكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيكم ما أوتيتم أو يحجكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع يَقْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَمَنَّاهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ ومن أهل الكتاب من يتمنه بمنتار يؤديه إليك ومنهم من يتمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قيما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لا فريق يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكاذب وهم يعلمون
فقدعني بشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانينا بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أن يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخرج الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض تواهوا وكرهوا وإليه يرجعوا كل من بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوحي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يكفف عنهم العذاب ولا هم ينجرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن
الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ارتدوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض حجبا ولو افتدى به أولئك لهم عجب عليم وما لهم من ناصرين لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفق من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الجحيم قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنا والبيت أوتي للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين في آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شاهد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسله ومن يتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
مسلمون وتعصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنجاكم منها كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَنْ لَهُ يُرِدُ جُمَّا لِلْعَالَمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ نَسِ تَمُرُونَ بِالْمَرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ لَيَا دُرُّكُمْ إِلَّا عَجَانٍ وَيُقَاتِلُكُمْ يُوَلُّمُكُمُ الْأَدْبَرَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ دُرْبَتْ عَلَيْهِ مُجِلَّةُ عَيْنَامَ اسْفِكُ دُرْبَتْ عَلَيْهِ مُجِلَّةُ عَيْنَامَ اسْفِكُ إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَعُوا بِكَدَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَدُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ
ليسوا سواءً من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعل من خير فلن يكفره والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ما سألوا ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل رهن فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته ما سألهم ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل رهن فيها سفر أصبت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يعلمكم خبلا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الحياة إن كنتم تعقلون أنتم لا تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لاقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عدوا إليكم الآن بلا من البيت قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئات يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون
ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقولوا للمؤمنين علي أكفياكم حين يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا وآتكم من فورهم حاجة يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا يكبتهم فينقلبوا خيرين ليقطع طرفا من الذين كفروا يكبتهم فينقلبوا خيرين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم جاهلون ولله ما في السماوات وما في الأرض فاغفروا لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين واتقوا الله والرسول لعلكم ترحمون وشاركوا إلى مغفرة ربكم وجنتين أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فحشة أو جالوا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين
قد خلت من قبلكم سنان فاسروا في العرب فانظروا كيف كان عقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا وتحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يمسسكم كره فقد مس القوم كره مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتقي منكم الشهداء والله لا يحب الظالمين. ويمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يلام الله الذين جهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقبكم. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين. وكاين من نبي قاتل معه ربيون كثيرون كما وهنوا لما سبه في سبيل الله وما تعفوا وما استكنوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردكم على عقبكم فنتقلبوا
kalimu asli balillahu malakum wa huwa khairun nasirin. Sanulki kulubil ladzina kafarul ruba bima syaraku billahi malam yunadzil bihi sultanan wa ma'awahumun naru wabisa maswat zalimin. Walakat walakad sadakakumullahu wadahu ijtahashunahum sadakakumullahu wadahu ijtahashunahum bidnihi hatta ijafasiltum wadanajatum filamri wasaitum mimbadi ma arakum wa tuhibbuna minkum may yaridu dunia wa minkum may yuridu al-akhirata summa sarafahu summa sarafahu manhum liyabati ya bertaliyaku walakadafankum wallahu jufadilin alal mu'minin. Iji tujiduna walakadawla ala hadiyo walrasulu yadukum fiyukrakum fasababum gammam bigammil kai la tahjanu alama fatakum wala ma sabakum wallahu khabirum bima tamalu wallahu khabirum bima tamalu. Summa jala alaikum mimbadil ghammi wa manatan nushai yashak taifatam minkum wa taifatun kada hammatuhum anfusuhum yajununa billahi wa yajununa billahi ghairal haqqi jannal jahiliyati yakuluna halana minal amri min syai'in kullal amra kullahu lillahi yukufuna fi anfusihim ma la yukutuna laka yakuluna lau kana lana minal amri syai'um ma kutilna ma kutilna hahuna kullau kuntum fi butikum labarajal ladina kutiba alaihimul qatlu ila madadihim waliyat yabtali allahu ma fi sudurikum waliyu maha mahbisa ma fi kulubikum wallahu alim bijatis sudur. Innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani innama shatajallahu shaytanu bimadhi ma kasabu walakad fallahu anahum
إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ جَدَرَاهُ فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا قَدْ جَلَّوْا قَالُوا عِندَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِن مَّتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَا إِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَجًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. يَا يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِذْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. أَفَمَنِ تَبَارِدُ عَنَ اللَّهِ كَمَنْ بَابِ شَكَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَا وَهُ جَهَنَّمُ وَبِشَ الْمَسِيرُ هُمْ دَرَجَةٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا مما أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل دلال مبين. أولما أصبتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء وما سبقكم يوم القيامة التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا سبيل الله أو يدفعوا
قالوا لولا نبو قتالا لتابناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أتونا ما قتلوا قل فدروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم الكرب للذين شان منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال الله للناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم قد فجاتهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يوقع عفوه أولياءه فلا تقعدوا وخافوني إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يشركون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حجا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين
إنما نملي لهم ليات تتدو إسما ولهم عذاب مهين ما كان له ليجر المؤمنين على ما استوى عليه حتى يرجى الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يستبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض وله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونأكل ذبح عجاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تقوله النار قل قد جاءكم رسل من قلبي بالبينات وبالذي قلتم فلما قاتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبور والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجركم يوم القيامة ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لا تبلغن في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أجلا كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه فأنا بعده واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون
لا تحسب الذين يفرحون بما تو ويحبون أيهما تبي ملا يفعلوا فلا تحسبنه بما فجت من العجاب ولهم عجب عليم ولله ملك السماوات والأرض وله على كل شيء قدير إنا في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات للألباب إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار على آيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنبهم وعيا تفكرون خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للجليمين من أنصار ربنا إننا سامنا منادي أن ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب له ربهم عني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بدكم من بعد فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لا أكفرن عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله إنه حسن الثواب لا يغرنك تكلم قلوب الذين كفروا بالبلاد لا يغرنك تكلم الذين كفروا بالبلاد ما تعود قليلون ثم مواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم
لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإنا من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العلي العظيم صدق رسوله النبي الكريم على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأمه وأهل بيته وجداته وجواته وجرياته وجهابه وأخبابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم